دلوقتي سعادة الدكتور، واحنا بنتكلم من الحلقة اللي فاتت حديثنا متواصل ومتصل، عايزين نعرف نقف عند سبب الأحزان أو الأسباب اللي بتؤدي للحزن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية بس حضرتك يعني ننبه السادة المشاهدين ان احنا كملنا الحلقة بناء على طلبات من السادة المشاهدين تكملة للحلقة السابقة في كيفية مواجهة الأحزان، يمكن عشان خاطر الأحزان كترت شوية، فهم طلبوا ان احنا، على فكرة الشعب المصري محتاج ان من يخفف عنه عناءه، محتاج مش الشعب المصري بس، الإنسان في العموم والأمة العربية والإسلامية محتاج من يربط على كتفه، محتاج اللي يقول له يلا قوم وتوكل على الله، حتى لو وقعت أو يعني توقفت في بعض الأمور، أي حاجة حصلت لك يلا كمل واستعد وإيه كمل المسيرة، لأننا خلقنا لنكمل المسيرة. فده بناء على طلبات السادة المشاهدين، وإحنا طبعا طلبات السادة المشاهدين على عيني والرأس. الأول عاوز أقول لحضرتك حاجة عشان خاطر في لفتة في القرآن الكريم على الحزن. إيه هي؟ إن كلمة الحزن ما جاتش في القرآن الكريم إلا منفية، إلا في موضع واحد جات مثبتة. يعني إيه؟ يعني جات كلمة لا قبليها، جات كده يعني بيقول لك لا تحزن، اوعى تزعل. خلاص عاوز يقول لك اوعى تزعل إيه؟ بيقول لك أصل الدنيا ما فيهاش حاجة تستحق الزعل. أيوه خلاص. ليه؟ لأني لو كان زعلك بقضاء الله وقدره فرضيت، فقد استفدت من حزنك وزعلك أو الزعل أو الحاجة السيئة اللي جاية لك استفدت منها. طب أنت استفدت، هتزعل بالاستفادة؟ لا ما زعلش. المهم إن الفايدة الكبرى هي في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. معنى الكلام إن كلمة الحزن في القرآن جت منفية في المواضع كلها. شوفوا ايه سيدنا بولس، سيدنا بكر ايه؟ لا تحزن، اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. احنا ما عندناش حزن. شوف الفرح هنا بقى، ان الله معنا. هو ده الفرح بقى. اوعى تزعل، بيفرح قلبه ان الله معنا. ما هو نفى الحزن صح، ولما نفى الحزن طب وخلاص وبعدين قال له ان الله معنا ففرح. ما هو انتفاء الحزن لا يعني الفرح خلاص، وانما يعني ان الانسان طبيعي صحيح. فيفرح قلبه له ان الله معنا صحيح. جت الملائكة مثلا جت كتير، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شوف بيقول لهم لا تهنوا لا تضعفوا ولا تحزنوا، ما فيش حزن يخش لكم أبدا، بيكلم المؤمنين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لما بيجي حتى الإنسان وفي حالة قرب حالة الاحتضار، بيقولوا الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة مالهم؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا، ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فكلمة لا تحزنوا لو مشيت في القرآن هتلاقيها كثيرة. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. خلاص اوعى تحزن إلا في موضع واحد للشيطان، جاي في سورة ليحزن الذين آمنوا، عاوز يحزن الذين آمنوا. عارف جت منفية ليه في القرآن؟ عشان بيقول لك أصل الشيطان يحبك تبقى حزين قوي، لأن هو قاعد حزين دلوقتي. يعني الشيطان اللي بيسمعنا دلوقتي قاعد حزين ليه؟ بيقول لك يا ابن آدم أنت أمامك اختيار وأمامك استغفار وكل حاجة دلوقتي، ممكن تستغفر حتى لو عملت معصية وخلاص ما تحزنش، ربنا يتوب عليك. إنما هو والعياذ بالله البعيد خلاص كتب عليه أنه من أهل النار، وكتب عليه أنه مطرود وأنه رجيم. فبيقول لك مهما يحزن ففي حزن شديد. يبقى معناه ايه الحزن؟ ان تخاف الا تستدرك الامر. ده اللي تحزن بقى عشانه، يعني مش هقدر اعمل حاجة، اصحح الخطأ اللي وقع، اعوض ما سبق، اتوب الى الله لو اذنبت، اي حاجة. ولكن طالما ان في فرصة ان انت تصحح خطأ ما وقع سواء ذنب او غير ذنب، يبقى ما تحزنش. الشيطان بيحزن ليه؟ عشان ما فيش فرصة، ما عندوش فرصة. خلاص كتب عليه أنه من أهل النار، هيتوب مش هيتوب، هو مش هيتوب ولا يستغفر ولا حاجة. إنما لما يشوفك أنت بقى، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهنا بنقول العدو بتاعك بيبقى مبسوط لما أنت بتبقى حزين، بينبسط قوي، بيجيله فرحة كده الشيطان والعياذ بالله. إحنا بنقول له بقى إيه؟ إحنا نسمع كلام القرآن لا تحزن، ونفرح كمان إن الله معنا.
ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليفرح القلوب. فحتت ان احنا نتبع القرآن ان كل الحزن انتفى فيه، طالما ان الكلام من الله عز وجل او من الملائكة او من الاولياء والصالحين او الانبياء، انما من الشيطان عاوز الحزن والعياذ بالله. يبقى دي مهمة جدا، ولما نقرأ القرآن تتبعها كده هنلاقيها ماشية حضرتك، ان كل الحزن منتفي في القرآن اذا كان الكلام قد اتى من الرحمن او من الانبياء وعلى رأسهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم او من الملائكة. انما لما جه من الشيطان في موضع واحد، وايه ده؟ عاوز يحزن الذين امنوا. خلاص عاوز يحزنك ايها المؤمن، يزعلك خلاص. اللي لما جه انما النجوى من الشيطان، فهنا الشيطان بقى عمال ايه يحرش بين الناس، وقع بينهم عشان تفضل تحزن وتحزن من فلان وعلى كذا وعلى كذا. لذلك ساعة حزنك على شيء فاعلم يعني استمرارك في الحزن، انما الحزن في الاول الجبل لي. سيدنا قال ايه لما ابن ابراهيم عليه السلام مات، ابن ابراهيم الصغير، قال له ايه؟ قال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزونون. وبعدين ايه؟ راح مخرج نفسه من حالة الحزن، ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون. يبقى الانسان المسلم الحقيقي المؤمن الحقيقي يخرج نفسه حتى في ساعة السلبية، الطاقة السلبية، إلى طاقة إيجابية مباشرة. يخرجها زي بذكر الله. عاوز يقول إيه؟ خلي بال حضرتك، يعني لما الإنسان بيزعل، بيزعل شيء فات، عاوز يقول لك مهما فاتك من شيء طالما أن الله موجود فلا تحزن، سيعوضك ويخلفك إذا توجهت وتعلقت به. يبقى ما فيش حاجة تستحق في الدنيا ان انا ازعل، حتى لو واحد، وطبعا الحزن تجيب لي كده، فقط حبيب عاوز اقول له فقدته. في دلوقتي ممكن نحول امور لايجابيات. اولا ذهب الى ارحم الراحمين، اللي هو ارحم منا من اب والام والاخ والزوج والزوجة والولد وكله. الحاجة التانية، ما انت موجود عشان تدعي له وتكتر حسناته. والانسان عايش في الدنيا ليه؟ عشان في الاخر يبقى في حسنات. طب هو راح عامل حسنات او مش عامل؟ طب قد طلنت الحسنات شوية بالصدقات والذكر وقراءة القرآن والدعاء وكله. يبقى تزعل على ايه؟ انت تزعل على الشيء الذي لا تستطيع تعويضه. اما لو في تعويض يبقى ما زعلش ولا احزن مباشرة. عشان كده احنا قلناه، يبقى طالما ان ربك موجود وهو موجود دائما فلا تحزن، ولذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت.